ايه غالي غالي يعني بتخليها هون؟ لا بدي اخدها معي بس لازم يرخص. طب رخصوها شوي حرام هالمعطره كمان بدها تروح مع الصبيه. ثانك يو ثانك يو. شو هالخبرية الحلوة؟ شركة طيران أمريكية صارت بتسمح لك تسافر مع كلبك وتسكرة بس ب 8000 دولار، شو رأيك؟ يلا يعطيك العافية. خبرية كتير حلوة، في شركة طيران أمريكية جديدة سمحت للشخص يسافر هو وكلبه، في قاعد الكلب حده وتسكرة بس 8000 دولار، شو رأيك بالموضوع؟ إنه كتير غالية 8000 لحتى أسافر مع كلبي؟ صحيح. أول شيء ما عندي كلب، هني بلشت. طب ما عندك كلب عشو لك كان استغليت الموضوع؟ غالي، بركي بدي أجيب كلب وسافر، معقول يدفعوني 8000 دولار؟ يعني إنه بلكي عن جد إنه أنتم كمان يا هالشركة، إنه واحد بلكي بيوم من الأيام بده يجيب كلب. أنا عمر باريس مش عم سافر. يعني بس شو بتقولي لي عن اللبناني اللي مش قادر هو يأمن فيزا تيسافر برا صار مسموح للكلب؟ ايه انا ناسي انا نحن معنا خلينا نعيد اللي انا ناسي انه نحن اصلا فيزا ما عم نقدر ناخد، ولا الكلاب عايشين احسن منا. ما بدي فيز، خلص عصب، خلص طفي الكاميرا عصب، خلص طفي طفي اعمل معروف. يعني كان بدك تشقل تطلع فيزا، هلا صار بدك فيزا وكلب لتقدر تسافر. لكن مشاهدينا المستندات المطلوبه هي فيزا كلب، في نوع معين للكلب او مفروض حد؟ فضل جيرمان شيبرد. جيرمان شيبرد. حضرتك عندك كلب؟ لا عندي بسينه. سيني. طب اذا قالوا لك اليوم في شركه طيران جديده بتسمح انك تسافر مع البسينه، يعني تحط حدك بالمقعد على الطياره، بتحب تروح انت وياها؟ اي بس ليش انت اصلا عم تقدر تاخذ فيزا بالبلد؟ يعني انت والبسينه اليوم بتسافروا سوا رواق، تحط حدك وبكون كل شيء تمام. لا ما بعرف اذا رواق، من البسينه ما بتاخذها كثير. حسب في انواع. شو البسينه؟ شو نوع البسينه؟ عاديه البيضه او السوداء؟ لانه هم بيقولوا السوداء كثير شيطانيه ما بتهدي. رماده سيئه. وعاملين له حديقة بالطيارة ومحل مخصص للألعاب، شيء كتير حلو. حديقة لأنا بس؟ انت مو لأنا؟ هلا هني هيك الشركة، أنا شو خصني؟ كلب بنجيبه بس 8000 ما بدنا نجيبه. لا ما فكرنا فيها. هو اللبناني لوحده مش عم بسافر، بده يسافر مع الكلب. نيال الكلب. يعني؟ نيال الكلب مسلسل جديد. بسم الله عليك. حبيبي. في شركة طيران أمريكية صارت بتسمح للشخص يسافر هو وكلبه بنفس الطيارة والتذكرة بس ب 8000 دولار، شو رأيك بالموضوع؟ هو اللبناني ما عم بلاحق يسافر، الخبر بيفرح كتير. باين عليك قد انبسطت. اكيد اكون انبسط، معك خبر. انه عم تتسأل علي؟ لا مش عم تسألي عليك، بس انه شو رأيك بالموضوع؟ لا اقول لك شغلي، انا يعني عربيتي مش منيحة. شو بها؟ خدها ما كان يسير. لا كفي عن جد عن جد كفي كفي عن جد بفهمين، ما بعرف شو بدي اقول. رح ارجع اشرح لك، طيارة طيارة بس تسافر، صارت هيدي الشركة تبع الطيارة تسمح لك انه إذا معك كلب تحطه حدك وتدفع 8000 دولار وتسافر أنت وياه، مفهوم لهون؟ مفهوم لهون. شو رأيك؟ 8000 دولار؟ 8000 كتير والله، كتير حرام. قديه مفروض يكون تقريباً؟ إذا ندفع 1000 أورو خلي ياخدوا 1000 أورو أو 500 أورو 1000 دولار 500 أورو. إيه خد أهلي صراحة. بدك رأيي بصراحة؟ ما بدي إلا الصراحة. لأن البلد وينها حاميها حراميها، إذا الشعب ما تحرك شو بدك تعمل؟ انسى. كلام فعلا مؤثر ومعبر مشاهدينا. بنهايه هذه الحلقه من شو رايك من علم رئيسي، كان معكم شرب الحنينه سلطان الشاهين هنا لبنان.